رجعنا لكم من جديد في زوم 73. اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا على نجمة فين في التوقيت هذا باش نمشيو للساحلين تحديدا باش نحكيو على مؤسسة تربوية خاصة مدرسة ابتدائية اللي فيها مجموعة من الصغيرات اللي يقرأوا مؤخرا من بعد العطلة يمكن متاع ديسمبر متاع الشتاء يتفطنوا بعض الأولياء اللي المدرسة هذه غير مرخصة. التفاصيل الكل نلقاها مع مدام فدوى عامر هذه ولية اللي تلامذة يقرأوا في المدرسة هذه. صباح الخير ومرحبا بك مدام فدوى. ألو عطلمة. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا مدام فدوى، حكينا تفاصيل متاع الموضوع، كيفاش تفطنت انت اللي المدرسة هذه ماهيش مرخصة؟ أختي والله مش نقول لك، بناتي قرأوا ولادي الأول وكل شيء من الأول مريقلين صفا، شهر الأول دوبا حلت المؤسسة، ما زالت أول عام سنية أول عام أنا خدمت شهر الأول بالباهي، دخلت معلمين عندهم كفاءة وبعد شهر بدأت تخرج فيهم، ثم خليت كان كل مبتدئين هكذا. شو بدأت تخرج فيهم؟ كيفاش تخرج فيهم؟ معناها طردتهم، معناها طردتهم وجابت واحد أخرين في بلايصهم طاجيرات، مش معناها كاللي هذا تحكي أنت على الإطار التربوي. يعني على الإطار التربوي بي؟ استنيت حتى بناتي نشوف النتائج نتاعها، خداوا الكارنيات، واحدة جابت لي معدل قريب 16 وواحدة جابت 15. بنتي الكبيرة تقرأ في السنة الثانية والصغيرة تقرأ في السنة الأولى. اللي تقرأ في السنة الثانية عاملة ولا ما قرأتش في نفس المؤسسة؟ لا، العام اللي فات جابت لي شكر، جابت معناها 17 وفي مؤسسة عادية. مؤسسة أخرى. إيه تاتيك به؟ إيه تاتيك. شنو اللي صار بعد؟ إيه خديت الشهادة، الشهادة هذيك وصلتني للخيط، فهمتني؟ كيفاش؟ والكرن جيت نشوف الشهادة، نقد طابع متاع الشهادة ما فيش طابع المندوبية جهوية، فهمتني؟ التربية من قعدت بيها قلت جيت نشوف ما بين الشهادة متاعها متاع العام اللي فات والشهادة شديتها متاع المدرسة الخاصة، ما لقاش الطابع. مشيت للمندوبية هزيت الشهادة وهزيت الكرني وكل نستفسر، جاوا يشوفوا قالوا لي المدرسة ذي ما هاش موجودة أصل، مش معترف بها كمان. هذي في المندوبية متاع التربية، التربية والتعليم في المستير. في مستير ايه. هاي؟ قعدوا يشوفوا كل يلقاوا ما فيهاش رخصة، ما عندهاش حتى رخصة لا طابع لا حتى شيء. قالوا لي يا مدام معناها عبارة صارك يمشي ويجي ما همش يقراوا أصل، معناها عبارة كانوا يكملوا يقراوا معناها عام أبيض، عبارة لما دخلوش المكتب الكل، عبارة ما دخلوش فوق. قعدت يعني معناها سمحني مدام، انتوما وقت اللي جيتوا تقيدوا في الصغيرات ما طلبتوش المدير المؤسسه ب معناتها شهاده في انه معناتها فما عنده رخصه والا لا، ما قيدتوا هكاكا؟ قالت اموري مريقله وكل شيء، وحتى انتوما ما ليتوش كاولياء ما خديتوش ترخيص، ما طلبتوش بترخيص بي. لا مريني مدام فدوى اقعد معايا لخاطر نحن معنا صاحب المؤسسه شهاب البكوش حاضر معنا زاده بالتليفون. صباح الخير ومرحبا سي شهاب. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. دونك سي شهاب، انت من معناها من اصحاب المؤسسه هذه انت وزوجتك، حابين نعرفوا موقفكم من الكلام اللي كنت تسمع فيه توا معنا. سمعتوا الكلام؟ احنا عملنا المدرسه هذه بطرق شرعيه. كيفاش؟ وجاتنا المندوبية الجهوية وعاينت. ايه ما كيفاش المندوبية الجهوية تجي وتعاين وتعطيكم الرخص؟ هي عاينت وعندنا معناتها على البال هذينا والولاية موافقين وخلونا نخدموا. عندكم رخصة؟ وعندنا البتيندا متاعنا. ما انا كيفاش؟ انا زوجتي هو احنا نجوزوش القانون وما نجوزوش القانون احنا. ما فماش رخصة، ديجا مشيت وسألت وشفت وديجا وديجا عندي معناها الموثقة الوثائق الكل. ديجا الكرنيات معناها ما فيهمش الطابع نتاع الوزارة، كيفاش كرني نتاع؟ لا الطابع نتاع المدرسة، الطابع نتاع طابع المدرسة مش معترف بيه راه. حتى كي هزيت المدرسة نتاع الحبيب أني، حتى كي هزيت المؤسسة نتاع بناتي أني دخلوا راهو يقراوا بناتي رجعوا كل شيء، رجعوا كان بالسيف فهمت؟ حتى كي أني هزيت الكرني نتاعي معناها وهزيته للمدرسة قالوا لي ولادي هذا مش معترف به كومبليتمون، ما فماش طابع، ما فماش الطابع نتاع المندوبية، معناها مش معترف به، كأنه ما قراوش أصل، ولادي هذا يخش عليهم ما قراوش. لا مش قالوا قانونيا، قانونيا مش معترف به، ما فماش الطابع. علاش ما عندكش الطابع سي شهيبة وما عندكش الطابع نتاع المندوبية؟ ما فماش الطابع.
مرحبا حتى كي مشينا من مندوبيه وكل شيء قال لي مش معترف بيها مدام مش معترف بيها نسمعوا الريبونس نتاع سي شهاب تفضل سي شهاب باهي باش نجاوب تحب نبعثهم لك مدام فدوى لحظه مدام فدوى لحظه خلينا نسمع سي شهاب فوالا تفضل سي شهاب التابع راهو ما يبداش تابع المندوبيه تابع المندوبية ده تابع المدرسة وعنا تابع قانوني هو سي شهاب ظهر لي الإشكال يتجاوز إنه فما تابع على شهادة هي الولية هدية شكت جست خليني أنا نعطيك الطرح متاعي سي شهاب وجاوبني نعطيك المساحة باش تجاوب هي الولية شكت في الشهادة هدية خاطر ما لقاتش الكاشي متاع المدرسة دونك مشات لي مندوبية الجهوية للتربية مندوبية تقولها معناتها هي راي المصدر الرسمي يقولوا لها راهو المدرسة هدية ما عندهاش ترخيص قانوني أولادك الثلاثية هدية كأنهم ما قراوش أنت اليوم تقول عندك الترخيص القانوني المندوبية في معناتها شنو فما اسم آخر متاع مدرسة علاش المندوبية احنا مشينا المندوبية لمنا عليهم قلنا لهم كيفاش تقولوا الكلام هذا قالوا احنا ما قلناش انت مدام لشكون مشيت للمندوبية بتاع التربية قولي لشكون مشيت زرات سمي لي الشخص من غير ما تسمي صفة صفة كهو انت مشيت لشكون للمندوب الجهوي للتربية للكاتب كتابة العامة لشكون مشيت عامل رينيون في الولاية وصلت الولاية الحكاية انت لشكون مشيت مدام انت لشكون مشيت احنا يا مدام احنا تشكينا من كونه ثم دعاية مضادة لخدمتنا اللي هي قانونية وشرعية وعندنا البديل ده بتاعنا وعندنا نخدموا في اطار قانوني وين يعني بناتي تو وصلوا لهم ضرب حتى يتجيب ولا جيتك لا ناقشتك راهو معناها هزيت بناتي وحولته ما غير لا ناقشتك لا تعرف معاك لحتى هي خليت امور الجهه وديجا احنا جيرير وكل ضرر بالضرب وبناتي وثلاثه شهور تو معناها مش مدام هو الاشكال ماهوش جيرين ولا هو احنا نحكيو على مدرسه وصغيرات يقراو في المدرسه انت سي شهاب اذا كان عندك الترخيص هذايا منين خذيتو ترخيص وعلاش ما استظهرتش بيد الاولياء جاتنا لجنة من وزارة التربية بيه؟ ثلاث مرات جات اي استظهرت به الأولياء استظهرت به للأولياء ترخيص اللي عندك ما أزر لي احنا الرخصة ما تقعد في عامها تقعد في من الوزارة أنكور يخليك تخدم الرخصة أنكور تقعد مدة سنة باش ناخذوها رسميا من الوزارة اي لكن عندكم معناها ثبت اللي هي أنكور والمندوبية أعطتنا لوكي باش نخدمه كيفاش أعطته لكم لوكي أوغالمون لا جينا لجان ديما لا لا المندوبية كيفاش عطاتكم الترخيص باش تخدموا شفاهيا عطاتكم الترخيص اصدر لي قانونيا الإدارة كي ما تجاوبكش في ظرف شهر أعطيك معناتها قبول ضمني معناتها أكور ضمني باش تخدم اي لكن ما نجمش نحلوا مؤسسة سي شهاب سامحني ما نجمش نحلوا مؤسسة إذا كان الإدارة ما جاوبتناش بعد شهر نحلوا مدرسة خاصة باش نقريو صغيرات في القانون وقت الإدارة ما تجاوبكش خاطر الإدارة على بالها بينا هي لجان تجينا بثلاث مرات عندنا ثلاثة مرات لجنة جاتنا وخلونا نخدموا تفهم فيا في انتظار كوني الرخصة الورقة الوثيقة برك أما الرخصة موجودة هي الوثيقة تجي من الوزارة تجي من تونس معناتها أنت اليوم وكتب. المدرسة نتاعك عندها الرخصة القانونية باش عندنا الأقباض وعندنا أداءاتنا وعندنا كل شيء كيفاش تفسر أنه المندوبية تقول لا ما فماش ترخيص لا المندوبية أنت ما حبيتش أنا سألتك مش أنا أنت سألت الولية مش إيه. تو حتى المندوب كي يسمع احنا وقت اللي مشينا معناتها عملنا تظلم قلنا راهو عملوا لنا دعايه مضاده وراهو بشكل غير قانوني هذا شكون اللي نجم يكون قام بالدعايه المضاده هذه شكون عنده مصلحه في زملائي في المندوبيه زملائي نحترمهم ونقدرهم والعهده على من قال هو يقول شكون قال له واحنا نظلموا ونشكيو به هلقاء فترة هذايا في اطار معناتها غير قانوني الكلام اللي قال هذاك احنا نخدموا في اطار شفافيه وفي اطار قانوني واضح بها البلاد مسيبه احنا بي معناها انت توا سي شهاب اللي حاولنا نفهموه اليوم انه انت المدرسه نتاعكم مرخصه عندك فيها رخصه ما فماش رخصه سور بابي الى حد اليوم هذا لا الرخصه ما هي الاجراء يا اخو خدمتي العاصمه ما عندكش بابي فيها رخصه سي شهاب بطبيعه مازلت ما عندكش كيفاش؟ مازلت ما عندكش بابيي ورقة فيها رخصة. لا الورقة ما تجي تقعد مدة قداش تقعد؟ حتى عام ونص. قداش تقعد الرخصة هذه؟ تنجم تقعد حتى عام ونص الورقة باش ناخذوها. أنت قداش عندك ملي بديت تزاول في النشاط نتاعك السنة الدراسية هذه؟ إيه السنة الدراسية هذه نخدموا الإدارة على البال هذينا والولاية على البال هذينا ونسكن. واضح. وكل شيء.
واضح. شكرا لك سي شهاب البكوش، يعطيك صحة على المداخلة هذه والتوضيح. زاد التحية لمدام فدوى اللي تليفون يدهل يقص وإلا المكالمة تقصت. احنا باش نحاولوا نشوفوا على المستوى الولاية ولا على مستوى المندوبية شنو الرد نتاع الوالي ولا المندوب الجهوي للتربية بجهة المستيل. 11:06 دقائق مازلنا مكملين معاكم حتى نص نهار.